وصلنا معكم مشاهدينا الأحباء لعالم الأزياء. اليوم رح نتحدث عن تصميم التربان من خلال مصممة الأزياء ألاء فريحات. بدنا نحكي معها عن مشروعها وعن كل التفاصيل بخلال مسيرتها في التصميم. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الورد. كيف صباحك؟ الحمد لله تمام. أنت كيف؟ خلينا نتحدث شوي عن التربان. شو هو التربان في عالم الحجاب؟ هل التربان هو زي ربطة سواء كانت بحجاب أو لا؟ يعني حتى هي بلشت في الغرب. يعني بتلاقي في كتير ممثلات مشهورة زي ريانا بلشت تلبس توربان اللي هي ربطة سواء كانت على الشعر أو على الحجاب. يعني تعتبر يعني الحجاب وغير الحجاب بتزبط تزبط للتنتين. حلو كتير. طيب هو ما كان دارج في مجتمعنا التربان؟ هو يعني من 10 سنين ما كان موجود تقريبا؟ لا حلو. بس أنا شخصيا يعني يعتبر من أول حدا كان يعمل التربان. يعني كنت بعمل ربطات غريبة. يعني أنت أول شخص دخلوا على عالم الموضة؟ يس. كان كل حدا يستغرب أي مكان بروحه أنه بيطلعوا علي. كنت بعمل باني كبيرة، كنت بعمل أشياء موديلات غريبة، وين ما بروح كل حدا هيك بتطلع أنه شو هذا الإشي الغريب. وكان في كتير انتقادات سلبية وهيك، بس أنا صراحة ما بهتم. يعني الإشي اللي بحبه بحس حالي بعمله. حلو كتير. يس. يعني ما همك في بداياتك أنه الناس كانوا شوي مستغربين والموضوع؟ أبداً أبداً. بتخيل الموضوع ألاء مع الوقت يعني لاقى على إعجاب الناس؟ طبعاً أكيد، وبالذات هلأ هاي الفترة كل البنات المحجبين صاروا عندهم وعي أكتر، صاروا يتبعوا الستايل أكتر، صاروا يلبسوا توربنز أكتر، صار الموضوع يعني ترند كتير هلأ هاي الفترة. كتير حلو. yes. نحن عنا اليوم مجموعة من هالتصاميم اللي أنت صممتيها بإيديك. yes. مبدعة كتير ما شاء الله عليك باختيارك للنوع القماش. فلو تحكي لي شوي عن التصاميم اللي موجودة معنا اليوم. أي هلأ هذا التصميم، هلا انا توربناتي بنلبسه ملتي واي، يعني مصمم التوربان انت تقدر تلبسيه باكثر من طريقه. ممكن تشيل الفيونكا، ممكن تلفيه تشيل الفيونكا لورا، وكمان يعني في معايير عندي انه مثلا صممت قطعه تغطي الرقبه عشان المحجبات تكون كل شيء شرعي. اوكي. في عندي الوان كثير، هلا بعد شوي رح اورجيك الكولكشن الشتوي. يعني هاي الطريقة بسميها أنا توربان ملتي واي. أوكي. بنضلنا هون موجودين وهي أوكي. الكاميرا بنشوف من هون التصاميم. أوكي. هاي لونها بيربل. لونها بيربل هلا كتير ترندي هذا اللون. اللون فاتح. ولبسيته أنا بالزبط. اليوم ولبقت معها هاي السكارف هيك فلورال تلبق معها. يعني أنا بكون كتير دقيقة باختياراتي، بحب الألوان تكون ماتشنج مع بعض بشكل كتير حلو. في عندك هاي تعمدت أجيب موديل مش لابسة حجاب، إنه أساس إنه الفكرة تكون لمحجبة وغير محجبة. وبتزبط كمان هلأ بفصل الشتاء كتير. يس كتير بحبوا البنات. يس. هلأ هاي قماشة مخمل أنا عاملة منها تقريبا 12 لون الشتويات والأشياء اللي كتير ترندي. هلأ في عندك هون دخلنا بالشتوي الثقيل صوف، وعاملة الديتيلز تبعونها هاي الريبون تبعتها جيلت، ولبقت لها هذا السكارف الصوف اللي بيجي هيك ماتشنج معها بطريقه كتير حلوه وترندي للشتاء. طيب ألاء، قبل ما نكمل اللي ضلوا معانا لليوم من التصاميم اللي جبت لنا اياهم على الاستوديو، تحكي لنا كيف لقيتي اقبال الناس على التوربانز اللي انت عم تعمليهم وبتصمميهم؟ انا شخصيا حدا كتير بحب السوشيال ميديا، يعني دائما بطلع. قبل ما ابلش الشغل كان كتير تيجيني اسئله من وين توربانك، يعني بمشي بالمول بيسالوني من وين كيف عامليته، بدنا توتوريال. فأنا أصلاً هيك فكرتي بلشت، إنه من كتر ما الناس حبوا التوربان علي وأنا صراحة كتير بحب الفاشن واللبس وستايل الحجاب، حولت الموضوع لمشروع. حبيت أفتح لاين خاص باسمي. هيك صحيت فجأة حكيت لا خلص لازم أبلش الحلم تبعي. كتير حلو. فبلشت بالتوربانز، وهذا بعتبره يعني it's not my work، هو باشن لإلي. يعني زي ما أنت شايفة هيك كل موديل غريب. صح. كل موديل بيختلف عن الثاني، يعني في لمسة من الفن اللي بحسه أنا جواتي. يعني بحبه علي وعلى غيري. طب احكي لي عن الآلية، كيف بتصمم التربان عن جد؟ يعني احكي لي تفاصيل لما تقضي أنا يومك وانت تصمميهم. لما أدخل محل القماش بحب أطلع ألمس بإيدي، خلص بتيجي بمخيلتي إيش الأشياء اللي راح أستعملها، كيف راح يكون الستايل، برسمه وبطبق. يعني ممكن تعملي تصاميم حسب رغبة ال yes of course. هلأ أنا بالستور تبعي حتى أنه كاستمايز أوردر، أي واحدة عندها مناسبة، أي واحدة عندها حفلة بتقدر تصمم التربان بالطريقة اللي هي بتحبها. كتير حلو. yes. طيب هل بيناسب التربان بشكل عام جميع المناسبات أو في مناسبات معينة أو يعني هو هلأ كان زمان أنه المحجب
معجبة بس بالحفلة تلبس. هلأ بتلاقي البنات كاجوال بيلبسوا، عندي زباين على الشغل بحبوا يلبسوا، يعني هي بتوقف على طبيعة كل بنت شو بتحب. طيب هذا يعني هاي الموهبة اللي موجودة عندك حولتيها أنت لمشروع ولاقت على رواج من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، عندك معرض غير السوشيال ميديا، بتعتمدي على السوشيال ميديا بس؟ لا هلأ فعليا أونلاين، كنت كتير حابة أشترك بمعارض بس بتعرفي هلأ عشان كورونا كل الخيارات صارت محدودة، فبفضل يعني أونلاين. كان في إلك مشاركات مثلا في عروض أزياء، في كان إلك مشاركات؟ لا لسه ستيل طيب جديد مشروع ببدايته. حلو كتير، بتمنى لك كل التوفيق. إيش حاسة إنه في الأيام الجاي رح يكون في عندك نشاطات مقبلة إن شاء الله؟ هلأ في كم سون عم بخطط لإدريسات لمناسبات يكون معها توربنز تبعونها، ولكمان أواعي كاجوال يكون معها هيك توربنز. يعني أنا عندي حس فني بالموضة من زمان من أنا وصغيرة، مش أي قطعة عادية بتعجبني، لازم أعمل عليها إدت. كتير حلو، سواء حطيت عليها أكسسوري زبطها عند الخياط خلص لازم ما ألبس القطعة عادية. طب بدي أسألك سؤال، الأفكار هاي كلياتها يعني وهذا المشروع تحديدا وفكرته وتصميمك للتوربانز من وين استلهمتيها في بداية مشروعك؟ يعني في حدا من أهلك؟ لا من عائلتك؟ أنا من جواتي كل حدا بيعرفني قديش أنا شخص بحب التوربانز وبحب أعمله. فهلأ كل حدا ببعتولي البنات إنه عن جد أنت ألا أبدعتي. ليه؟ لأنه هذا بقولك ما بعتبره شغل، هذا شغف يعني it's my passion. طب وفي حدا بدعمك بهذا المشروع؟ هل هناك داعمين؟ أكيد بدي أشكر أمي. هلأ طبعا أنا ما عرفتك بالبداية عن حالي، أنا أم عندي طفلتين اسمهم مريانا وإليانا. الله يخلي لك ياهم. Thank you لك حبيبتي كلك ذوق. وأكيد طبعا في صعوبة لإلي بيومي، طبعا هلأ بتعرف طبعًا. مع الدراسة أونلاين يعني يومي مزدحم، بس بحاول خلص حلمي أركز عليه عن جد الله يعيننا. عن جد يعني مع التعلم عن بعد ومع ظروف كورونا يعني الأم بدها تتحمل مسؤولية طبعًا. عملها وأيضا طبعًا. نفس الوقت بدها تدير بالها على أبنائها طبعًا. ويعني حمل المسؤولية لازم يكون على الطرفين، على الزوج والزوجة يعني طبعًا. الأب أكيد. والأم. فبتمنى لك كل التوفيق بحياتك الخاصة وبمشروعك الأكثر من رائع. شكرا كثير لك على يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. مشاهدينا لهون بنكون وصلنا معكم لنهاية فقرتنا وعالم الأزياء والموضة، رح نروح معكم لفاصل صغير وبنواصل بعده، خليكم معنا.